جاتني واحد السؤال قال لك اذا لم تتلائم العدسات السكليرال لم تلائم المريض العدسات السكليرال الصلبه شنو خصو يدير؟ اول حاجه خصنا نعرفوا ان الوسائل ديال التصحيح ولا وسائل ديال تحسين البصر على القرية المخروطية هي وسيلتين، هناك الوسيلة البصرية اوبتيك اللي هما العدسات والعدسات الصلبة ولا السكليرا، وهناك الوسائل الجراحية. فالناس اللي كيقول إذا لم تتلائم العدسات مع المريض ما تحتملهمش شنو يدير؟ كاين جوج ديال المسائل، كنشوفوا هذوك العدسات بعد الإنذار واش مصايبين مزيان، واش الشكل ديالهم يوافق الشكل القرني، لأن العدسات قياس العدسات في القرنيه المخروطيه هو علم بوحدو، وعندو طريقه ديالو باش كناخدو مقاسات، وكيحتاج واحد التجربه اننا باش غادي نحطو العدسه فوق العين، وخص يكون الشكل ديال العدسه يتلائم مع شكل القرنيه. مايمكنش تكون عندي واحد القرنيه فيها واحد الاوجه واحد الشكل وانا غندير واحد العدسه تبقى طيح ليا من بعد، دونك خصها تكون تتلائم مع الشكل. والان حنا كنستعملو واحد الجهاز متطور اللي كنقيسو به هذيك العدسات وكتعطينا بشكل مضبوط العدسه فوق العين. دونك اغلبيه الحالات الناس اللي كيجيو تيكونوا ديجا العدسات ما لائمينوش، كنحاولوا نعاودوا لهم لادابتاسيون، كنحاولوا نعاودوا قياس العدسات. ولكن ما تينفيش ان هناك واحد النسبه ديال الناس اللي واخا تنعاودوا لهم حنا العدسات ما كيوالموهمش، لانه عندهم مشكل اخر في سطح العين، عندهم مثلا حساسيه مفرطه، عندهم انيريتاسيون، عندهم واحد السونسيبيليتي. كل انسان عنده واحد السونسيبيليتي، كاين بعض الناس اللي كيكون عندهم واحد السونسيبيليتي لواحد الدواء ولا واحد الطريقه ديال العلاج. فكاين واحد النسبه ديال الناس اللي ما غاتوافقهمش العدسات لا سكليرال ولا الصلبه، اوغوزمون انهم قلال. فهذوك هما اللي كنحاولوا نقترحوا عليهم الوسائل الجراحيه. كنقول انت ما قدرتيش دير لي لونتي، انت كتخدم في الغبره، انت مثلا كتخدم في شي بلاصه اللي مسخه ولا شي حاجه، وما عندكش الوسائل ديال النظافه باش تبقى تبدل العدسه ديالك، ولا فيما كدير العدسه كطيب لك عينك كتلتهب بزاف. هادو كنحاولوا نقترحوا عليهم وسائل جراحيه، وهما الوسائل اللي كتشوفوا هنا كنديروا العمليه ديالهم، سواء بي كا اير توكوبيدي او زراعه الحلقات او زراعه العدسات، تنقدروا كنكومبينيو. دونك الناس اللي ما احتملوش العدسات عندهم جوج الحلول، اما كنعاودوا لهم القياس ديال العدسات ونحاولوا نلقاو لهم عدسات اخرى تلائمهم، واما نغير الطريقه ونتوجه الى طريقه جراحيه.